أستاذ أليكس. عزيزي، مساء الخير أستاذ زهير. أني بس عندي بس مداخلة جدا صغيرة وقصيرة، وأنطي المايك للإخوان خلي يكملون الحوار. أني بس على كلام الأخ، ما أعرف اسمه، أبو ميثاق، مع احترامنا له، على السفيرة رومانسكي. يعني خلي أقول تحليل هذا الحكي، خلي أقول تحليل. السفيرة يعني قايلة للحلبوسي هاي الشغلات انتو قضاء سياسية، هاي تحلوها بيناتكم، هاي ديمقراطية، من هاي السوالف. الشيء اللي هي جاية تشوف الحلبوسي على موده هو الوضع الأمني. الأمريكان عندهم قاعدة بالأنبار، وأكو الوضع في فلسطين تعرفون، يعني أكو حرب، أكو هجمات على القاعدة. فقالت له إذا تريد تعيد السيناريو مال يعني اللي صار بال2014، ذكر مال رافع العيساوي، هذا الشيء ترفض الولايات المتحدة. فلهذا بتغريدة رومانسكي قالت ناقشنا الأوضاع، يعني هي سفيرة تروح على رئيس مجلس نواب سابق تقول له ايش صار، شنو الموضوع هذا، فشي عادي دبلوماسي يحصل يعني مع كل الدول. لكن أضافت بتغريدتها الوضع الأمني، الوضع الأمني معناه دير بالك، وانذار من الولايات المتحدة، استخدام السلاح وغيره وخلخلة الوضع الأمني سواء بالأنبار أو في بغداد، هذا ما تسمح به الولايات المتحدة. لهذا تشوفون ورا اجتماع رومانسكي الصبح تقدم أعلن أنه يقبل بقرارات القضاء، والحلبوسي انصاع للموضوع وقال أوكي اللي صار صار، ما أدري شنو يعني. فهذا بس أقول على الشغلة اللي صارت بين، حسب اعتقادي خلينا نقول، بين رومانسكي والحلبوسي، حتى محذرته تحذير جدا قوي الوضع الأمني. أنتم بيناتكم كتل سياسية تروحون هذا قضاء، هذا 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 مو تحليل، هاي معلومات اللي جاي تتكلم بيه. هسه هذا اللي اقول تحليل يعني، واخذه تحليل. لا، تحليل قوي، وقالت له تحليل قوي. هذا مو، هسه هذا مو انا دا تحليل. اقول لك خلي يطلع لي الحلبوسي نفسه، لو التقدم نفسه خلي يقولون اليكس دا يكذب، اليكس غلطان. الاجتماع كله يعني اول 10 دقائق اعتقد صاير الحديث على هاي المحكمه، محكمه هالسوالف، وبعدين كل الحكي صاير على الوضع الامني وخاصة بالأنبار. والله فالجماعة الكلام اللي قلته اتفق بيه 100%. الجماعة بالليل ضربوا طلقات، الصبح كلهن لصمت، ويعني مو آسف للكلمة، هاي الكلمة مو جيدة أسحبها، يعني كلها سكتت وخلص. الحلبوسي راح وقال قبلنا بالموضوع وراح نشارك بالانتخابات. وأريد أقول أنه المعادلة اللي إجا بها الحلبوسي للدورة الثانية لم تكن برضا أمريكي، هاي بس ملاحظة يعني خلي أضيفها. شنو المعادلة اللي ما رضت فيها أمريكا؟ والله جاوبني عليها ب 30 ثانية. هاي مو مال 30 ثانية زهير، هاي شغلتها كلش طويلة. إذا أنت إذا جنابك ما تقبل تجي ضيف المساحة وتنحش، شو أسوي أنا؟ لا مو مين ماجي بيجي؟ والله، زهير شوية تعبان يا حبيبي، وتدري ما مدى أحب الظهور. فاني بس هيك تعقيبا على كلام الاستاذ، فهذا الكلام اللي دا اتكلمه خلي يطلع لي واحد يقول عكس هذا الكلام بالدليل. شلون؟ واحترامي، احترامي استاذ زهير.